أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب بطريقة سهلة واحترافية بنفس الوقت. أهلا بكم من جديد. طبعا في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة استخدمنا طرق عديدة لتصميم غلاف كتاب، وطبعا كل هذه الطرق هي باستخدام الخلفية أو الباك جراوند. تم اختيار العديد من الخلفيات، وطبعا هذه الخلفيات تصلح لأن تكون أغلفة كتب احترافية، وطبعا استخدامها بسيط وسهل بنفس الوقت. بهذه المحاضرة أيضا راح نصمم بنفس الطريقة، ولكن راح نعتمد أسلوب جديد من الخلفيات اللي هي طريقة الغيوم. طبعا من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة، طبعا الصورة الخاصة بالغلاف، نضغط عليها كليك أيمن، ومن التفاف النص أمام النص. طيب راح نكبر الصورة بهذه الطريقة وبهذه المنطقة، طبعا فقط نتأكد من تخطيط الحجم هو A4. ممتاز. الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف الخلفية الخاصة بالغيوم، راح نضغط كليك أيمن على الخلفية أو على الصورة، ومن ثم التفاف النص ونختار أمام النص. جيد، الآن راح نكبر الصورة بهذه الطريقة طبعا على كبر الورقة، وطبعا راح ننزلها إلى الأسفل ممكن بهذه المنطقة. جيد، الآن مثل ما نلاحظ أنه تم تغطية نهاية الصورة من الأعلى بواسطة هذه الغيوم، وطبعا ينفع هذا الغلاف أن يكون لي الكتب الدينية أو الروحانية أو الإسلامية بشكل عام. وطبعا بإمكاننا أن نكمل الغلاف، راح نضيف عنوان للغلاف من إدراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نكتب الحج رحلة إلى الله، طبعا راح نكبر حجم الخط، وطبعا راح نختار نوع خط بهذه الطريقة. طبعا فقط احتاج ان نوسع مساحة مربع النص، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي بهذه الطريقة طبعا. وايضا لا بأس انه ممكن يكون 66 الحجم، توسيط. ممكن نختار لون اللي هو مثلا ممكن لون الجوزي، ممكن هذا اللون. وطبعا من تنسيق تأثيرات النص ظل، ممكن نضيف ظل، يعني ممكن هذا الظل. جميل، بهذه الطريقة طبعا. ممكن من إدراج نضيف شكل مستطيل، وطبعا ممكن الشكل المستطيل يكون باللون الأسود، وطبعا من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، طبعا راح نكبر مربع النص، وراح نستنسخ النص، نكتب مثلا تأليف محمد السلامي مثلا، اسم عشوائي، ممكن يكون 30 الحجم، وطبعا لا بأس انه نصغر مربع النص بهذه الطريقة طبعا. وممكن يكون اللون ابيض، وطبعا راح نصغر المستطيل بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ اصبح عندنا غلاف كتاب لطيف وبسيط بنفس الوقت.